أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، خير من صلى وصام وتلا كتاب ربه وبالليل قام، خير البرية وهادي البشرية، الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. جاء هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الناس يوم أن جاء يقتل بعضهم بعضا، يئد الرجل ابنته، ويعيش الناس في غابة، ينزل القوي على الضعيف. فجاء عليه الصلاة والسلام بمنهج قرآني متكامل متين. هذا المنهج الذي سار عليه عليه الصلاة والسلام لم يكن منهجا علميا فقط، إنما كان منهجا علميا عمليا وواقعا وتطبيقا في شؤون الحياة كلها. ولهذا يا إخواني الكرام، هذا الرجل، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أحدث نقلة نوعية في الواقع كله بهذا القرآن الذي نزل عليه من السماء. فسار الناس في هذه الأرض وعلى هذه البسيطة حتى وصلوا إلى أن كانوا خير القرون، خير البشرية على الإطلاق. وما ذاك إلا لأنه عليه الصلاة والسلام لما ترجم القرآن واقعا عمليا في حياته ساروا على منهاجه وسيرته، فساد الدنيا صلى الله على نبينا وسلم، ورضي الله تعالى عن أصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا بادئ ذي بدء على ما يسر من هذا اللقاء القرآني الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا ثريا نافعا. ثم بعد شكر الله، حق لي أن أشكر الإخوة القائمين على هذه التظاهرة القرآنية المباركة في مؤسسة آيات، التي تعودنا منها أن نرى كل جديد ومفيد، ولا زلنا نرى هذا. وعلى رأس هذه المؤسسة وفي مقدمة هذه المنظومة القرآنية الجميلة أخي فضيلة الشيخ ناصر بن علي القطامي وفقه الله، الذي يبذل جهده في أن يوصل هذه الرسالة القرآنية إلى قلوب الناس وعقولهم، وجميع فريق العمل الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل إيصال رسالة القرآن إلى الأمة كلها. ولعلمي بأن الأهداف المرسومة في هذه المؤسسة والاستراتيجيات التي تقوم عليها هذه المؤسسة، وإن كنت قد أخرج قليلا عن موضوعي، لكن أريد أن أشيد بهذه الاستراتيجية التي يعمل عليها منذ زمن. أنا أهنئ نفسي وأهنئكم للمشاركة في مثل هذا الملتقى، لأنه جزء من هذه المنظومة وهذه الاستراتيجية. الحقيقة إن صحت العبارة أن نقول أنها شريفة وعظيمة، وهي من أشرف الاستراتيجيات والأهداف التي تعمل من أجل بناء هذا المجتمع بناء علميا قرآنيا متينا. فلهم مني كل الشكر والإشادة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياهم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة، قارئ القرآن والذي يسعى إلى أن يكون إنسانا قرآنيا متينا، لا بد أن يعتني أول ما يعتني في قراءته، في حفظه، في تلاوته، وأن يعلم علم اليقين أن أول ما يبنى في
في مثل هذه العبادة وفي مثل هذا البناء هو هذه المضغة الصغيرة، القلب. القلب الذي جاء في القرآن في أكثر من 120 آية تدل على أنه هو آلة فهم القرآن. هذا القلب الذي عليه مدار القبول، وعليه مدار التوفيق، وعليه مدار النجاح في الدنيا والآخرة. إذا صلح صلح باقي العمل، وإذا فسد فسد باقي العمل. هذا القلب الذي لا أقول بصلاحه تصلح الأعمال فقط، بل بصلاحه تصلح الحياة كلها على مستوى الأفراد، وعلى مستوى المجتمعات، وعلى مستوى الأمم. والحق أن يقال أيها الإخوة إن أول ما ينبغي أن يبنى عليه القلب هو العقيدة التي تكون سبباً في أن يسير الإنسان إلى طريق الشر أو طريق الخير أو طريق الشر. وهنيئاً والله هنيئاً لمن وفق للعقيدة الصحيحة التي ينطلق من خلالها إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. العقيدة، صحة العبارة، فهي الباعث الحقيقي. إذا استقرت في قلب المؤمن وقلب القارئ على وجه الخصوص، فهي الباعث الحقيقي للإنسان نحو طريق الخير، والتي تتحكم في أقواله وأفعاله ومنهجه وتوجهاته. العقيدة الصحيحة، مدار هذه العقيدة الصحيحة حب الله جل وعلا وتعظيمه. متى ما تمكنت هذه العقيدة من قلب القارئ ثق ثقة تامة أن هذا القارئ سيسير وفق منهج قويم وصراط مستقيم هو الذي يريده منه الله ويريده منه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نتحدث عن هذه العقيدة؟ لماذا أول ما نبتدئ في بناء قلوبنا وإيماننا وأرواحنا عن العقيدة؟ لماذا؟ أنا وأنت ممن يريدون أن يوصموا بأنهم من قراء القرآن، من حفاظ القرآن، ينبغي أن يستقر في أذهاننا ونستشعر في نفوسنا أننا إن صحت العبارة بوابة المجتمع وواجهة المجتمع. إذا اتفقنا على هذا فإننا نسير وفق منهج قدواتنا، القدوات الذين لما جاءوا إلى هذا الكون، إلى هذه الأمم، كانوا هم بوابة المجتمع، هم الذين أخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، الأنبياء والرسل. أول ما ينبغي أن يستقر في ذهنك حينما نتحدث عن العقيدة أن هذا هو المنهج الذي سار عليه قدوتي وقدوتك من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إنما بعثهم الله جل وعلا لترسيخ هذه العقيدة، لتعزيز هذه العقيدة، لتمكين وتوطين هذه العقيدة في القلوب. ولهذا بين الله جل وعلا هذا في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآيات كثيرة، لكن هذه الآية تبين أنه ما من رسول بعث إلا ليعزز جانب العقيدة. أول ما تنطلق العقيدة من قلب الإنسان، ثم تترجم على جوارحه وفي سائر حياته. الأمر الثاني يا إخوان الكرام مما يبين أهمية هذه العقيدة أن النجاة في الدنيا والآخرة متوقفة عليها. من وفق للعقيدة الصحيحة نجا، ومن تجرد من العقيدة الصحيحة خسر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فالنجاة والفوز في الدنيا والآخرة متوقف على هذه العقيدة. أنا لعلي أتناول هذه الأسباب وهذه المسائل على وجه الإيجاز، حرصاً على اكتمال الفائدة، وأمامنا تحدي كبير الحقيقة وهو ما يتعلق بالوقت، فتسمحوا لي. الأمر الثالث يا إخوان الكرام ما يتعلق بهذا الجانب وهو أهمية العقيدة، أنها من أعظم، بل هي أعظم الواجبات وأكدها على وجه الإطلاق، وهو أول ما يطلب من الناس، أول ما يطلب من الناس من القدوات أمثالكم، هو تعزيز جانب العقيدة، ترسيخ هذه العقيدة في النفوس،
اليوم نحن أمام تحديات كثيرة، من أبرز هذه التحديات أن البعث قد يقول أن قارئ القرآن لا يتناول العقيدة بشكل متكامل، وهذه مشكلة يا إخوان الكرام، هذه مشكلة كبيرة ينبغي أن تصحح من خلال أقوالنا وأعمالنا ودعوتنا للناس من خلال هذا القرآن الذي هو أس وأساس وأصل هذه العقيدة، ومن خلال بيان المنهج الذي سار عليه الأنبياء والرسل وهم القدوات في هذا. أول ما يطلب من الناس، الأدلة على هذا كثيرة، من أبرزها حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. خلاص نجا، نجا ما دام حقق هاتين الشهادتين فقد نجا. الأمر الرابع كما أسلفت قبول الأعمال مبنية على هذه العقيدة، العقيدة إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، تحقيق هذا الجانب في قلب الإنسان وفي جوارحه وأعماله يكون فيه القبول والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. الأمر الخامس، الغاية التي من أجلها خلق الخلق، ترسيخ وتوطين العقيدة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كل هذه الآيات يا إخوان الكرام تعزز جانب العقيدة، ليس فقط آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ترى هذه مسألة مهمة، ولهذا قارئ القرآن وحافظ كتاب الله جل وعلا ينبغي أن يكون عنده الشمولية في فهمه لمعاني القرآن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو المتصرف الرازق الخالق المدبر لأمور خلقه كلهم. الأمر السادس، تحقيق الأمن والاستقرار والسعادة والسرور في الدنيا والآخرة، لا يتم ولا يكون إلا بترسيخ هذه العقيدة الصحيحة في نفوس الناس. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخاف مما يستقبل ولا يحزن مما مضى، سعادة كاملة متكاملة في الدنيا والآخرة. قد يعيش بهذه الصفات وهو يعيش بين الناس في الدنيا، حينما يتحقق أو يحقق العقيدة الصحيحة ويرسخها في نفسه وفي نفوس مدعويه والمخاطبين من خلال هذه الرسالة العظيمة وهي القرآن الكريم. الأمر السابع، حينما نتحدث عن هذه العقيدة يا إخوان الكرام وتوطين هذه العقيدة، فإننا نتحدث عن حصن حصين، سياج متين من كل ما قد يحصل للإنسان أو يواجهه من التحديات المعاصرة، من الأفكار السيئة التي قد تخلط عليه أوراقه أو قد تؤثر في مبادئه وأخلاقه وأصوله. ولهذا هذه العقيدة إن صحت العبارة فهي الحصن الحصين من كل شيء يشوب هذه المبادئ بشكل عام. إذا عرفنا هذا الأمر، هذه الأهمية، وجب علينا أن نعرف أو أن نتعرف على السبل والوسائل والطرق التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يوطن هذه العقيدة. سلمنا بهذه الأهمية وعرفنا يقينا أن ترسيخ العقيدة وتوطينها في نفوس الناس وفي نفوس القراء وأهل القرآن على وجه الخصوص أمر في غاية الأهمية، بل عليه مدار الأعمال كلها بعده. ما هي الأسباب والسبل التي من خلالها نوطن هذه العقيدة ونرسخها في نفوسنا؟ الأسباب كثيرة أذكرها على وجه الإيجاز. أولا طلب العلم الشرعي، هذا الذي يكون سببا في نور بصيرة الإنسان ونور حياته، ومتى ما كان الإنسان حريصا على هذا المبدأ وهذا السبب ترسخت في نفسه العقيدة الصحيحة. اليوم نحن يا إخوان الكرام في مثل هذه البلد ولله الحمد نعيش عقيدة صحيحة صافية راسخة ولله الحمد بوجود علماء راسخين ربانيين،
دروس العلم التي تتحدث عن ترسيخ هذه العقيدة وتساهم في توطين هذه العقيدة في نفوس الناس أكثر من أن تحصى. ما حظي وحظك من هذه المظاهر والتطبيقات التي توطن هذه العقيدة؟ لابد أن نمارس هذا الأمر تطبيقاً عملياً في حياتنا. العلم الشرعي بشتى صوره وأشكاله، المسموع والمقروء، اليوم الحمد لله من أسهل الأمور التي يمكن أن يصل إليها الإنسان الوصول إلى هذا العلم الشرعي الذي يوسخ ويوطن العقيدة في نفسه. الأمر الثاني والمهم كذلك حالي وحالك مع القرآن ودوره في توطين عقيدة في نفوسنا كذلك وأرواحنا، تلاوة وتدبرا وعملا. أكثر ما ورد في القرآن من النصوص والمعاني هو في توطين هذا المبدأ، وهو مبدأ العقيدة الصحيحة. ولهذا يا إخوان الكرام لا يغيب عن أذهاننا هذا الأمر أبدا، لابد أن نعيش به في حياتنا وشؤوننا كلها، مع أنفسنا، مع بيئاتنا، مع أممنا كلها، مع الأمة أجمع. لابد أن يعيش الإنسان مع هذا الواقع وهذا المبدأ الرصين الذي من خلاله يفتح الله جل وعلا عليه الفتوحات التي لا تحصى. من ذلك كذلك الأعمال الصالحة بشكل عام، ولهذا العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لا يكفي أن الإنسان يتعلم دون أن يطبق، وإذا علم الإنسان ثم عمل كان هذا التكامل الذي يريده الله جل وعلا منه ويريده منه رسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع مجالسة العلماء ومجالسة المؤمنين الذين يزيدون صلتك بالله جل وعلا. يا إخوان الكرام بعض الأحيان قد تكون جلسة واحدة مع أحد الناس الذين رزقهم الله جل وعلا الإيمان الراسخ في قلوبهم، قوة الصلة بالله سبحانه وتعالى، معرفة الله جل وعلا حق المعرفة، تسهم في توطين العقيدة الصحيحة في نفسك بشكل ما تتصوره. ولهذا لا تفرط في هذا الجانب. في بعض الأحيان قد تجلس مع أحد كبار السن مثلا لكنه رجل يعيش مع القرآن، يعيش مع تأمل آيات الكون، يعيش مع بديع صنع الله جل وعلا، يعيش مع الله جل وعلا في كل حياته، يعطيك إشارات وإضاءات تسهم في توطين وترسيخ هذه العقيدة الصحيحة في نفسك. الأمر الخامس التأمل في آيات الله في الكون، وهذا مجال فسيح وميدان واسع جدا ولعله يرتبط بما قبله. الأمر السادس إذا سلمنا بأن طلب العلم الشرعي أمر من أهم الأمور التي توطن العقيدة الراسخة الصحيحة، لابد أن يرتبط بهذا الجانب جانب آخر، وهو حينما تتعلم لابد أن يكون لك دورك في رد ودحض ونبذ كل شبهة قد تؤثر على عقيدتك أو عقيدة الناس. ولهذا مناقشة العقائد السيئة أو الأفكار الدخيلة مناقشة علمية أصيلة هذا من أعظم الأمور كذلك التي تعين على ثبات هذه العقيدة والقناعة التامة والرضا والتسليم بهذه العقيدة الصحيحة التي كما أسلفت فيها النجاة والقبول والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. إذا أردنا أن نتحدث عن العقيدة وجب علينا أيها الإخوة في مثل هذا المقام أن نبين حقيقة العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة باختصار وبإيجاز تتلخص في أركان الإيمان، أصول الإيمان، هذه التي تبنى عليها العقيدة. ولهذا جاء في القرآن والسنة كم هائل من النصوص التي تبين أن هذه الأصول وهذه الأركان هي التي تبنى عليها العقيدة الصحيحة. تفضل يا شيخ. الآيات والنصوص في هذا أكثر من أن تحصى. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ها؟ وقال الله جل وعلا في نداء للمؤمنين على وجه الخصوص، وهذا فيه إشارة مهمة أن توطين وترسيخ هذه العقيدة الصحيحة لم يخاطب به الناس كلهم فقط، إنما كان هناك خطاب خاص وهو الخطاب للمؤمنين أهل القرآن أهل الدعوة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل، نسأل الله السلامة والعافية. مثل هذه الآيات جاء فيها جملة من أركان الإيمان. هذه الآية جاء فيها كم ركن من أركان الإيمان؟ خمسة. الركن السادس جاء في كتاب الله كذلك، في أي آية؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي السنة كذلك حديث جبريل الطويل الذي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإيمان، فبين له عليه الصلاة والسلام الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الشاهد يا إخوان الكرام النصوص في هذا كثيرة، لكن هذا يبين أهمية العقيدة ويبين حقيقة العقيدة التي ينبغي أن يفقهها المؤمن. الإيمان بالله يتضمن جملة من الأمور، الإيمان بالله بأنه الخالق الرازق المتصرف في شؤون الكون كلها، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بفرائضه التي افترضها على الناس، وعلى رأس هذه الفرائض أركان الإسلام الخمسة: شهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الإيمان بالله يا إخوان الكرام الذي يجسد في نفس المؤمن حقيقة العبادة التي يعبد الله جل وعلا بها، وهي أن يعبد الله جل وعلا بما تعبد الله جل وعلا به العباد، مع كامل الخضوع لله سبحانه وتعالى وكامل الرغبة فيما عند الله جل وعلا وكامل الرهبة من عقاب الله جل وعلا، مع كامل الحب والتعظيم له سبحانه وتعالى. حينما يبني المؤمن والقارئ إيمانه على هذه الثلاثة أمور سيعيش في سعادة غامرة، ويعيش في إيمان بإذن الله تعالى متكامل: الحب، الرغبة، الرهبة، وإن شئت فقل الحب، الخوف، الرجاء. ولهذا يذكر يروى عن الإمام الطحاوي أنه كان يقول: الخوف والرجاء للسائر كالجناحين للطائر. وابن القيم رحمه الله لما تحدث عن هذه المسألة قال: الحب كالإيمان في نفس العبد، الحب كرأس الطائر، إذا قطع ذهب الحب، فإذا قطع الحب ذهب الإيمان. الحب يا إخوان الكرام الذي منه تنشأ كل العبادات، منه ينساق الإنسان إلى ما يزيد صلته بالله جل وعلا، وما يسبب قربه لله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأمور التي تظهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمانا حقيقيا. أركان الإيمان التي جاءت في هذه النصوص ستة: الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا بأن الله جل وعلا خلق هؤلاء الملائكة لعبادته ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ثم إيمانا مفصلا بمن سمى الله جل وعلا من هؤلاء الملائكة ومن سمى النبي عليه الصلاة والسلام منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار وغيرهم. الإيمان بالكتب إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا بأن الله جل وعلا أنزل على عباده كتبا ليبين للناس طريق الحق طريق الخير، ليدعو الناس هؤلاء الرسل يدعو الناس بما يريده الله جل وعلا منهم ويحقق لهم النجاة من خلال هذه الكتب بوجه عام. ثم إيمانا مفصلا بمن سمى الله جل وعلا أو بما سمى الله من هذه الكتب كإيش؟ كالإنجيل والتوراة والزبور والقرآن، والإيمان بأن هذا القرآن هو خاتم هذه الكتب وأفضلها. الإيمان بالرسل إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا كذلك بأن الله جل وعلا قد أرسل رسلا إلى أقوامهم ليجسدوا لهم المبدأ الحقيقي الذي يكون فيه النجاة والقبول والفوز في الدنيا والآخرة. وكذلك إيمانا مفصلا بمن سمى الله سبحانه وتعالى وسمى رسوله عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الرسل كنوح وهود وصالح وإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا بيّن الله جل وعلا في الآية التي ذكرتها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي نزل على رسوله إيمان مفصل، الكتاب الذي أنزل من قبل إيمان مجمل. ها،
فهذه المعاني يا إخوان الكرام لابد أن تستقر في أذهاننا وفي نفوسنا، حتى أن الإنسان يسير وفق منهج علمي واضح في إيمانه وفي علمه. والإيمان والعلم مرتبطان، مرتبطان ارتباطا وثيقا. فإذا بنى الإنسان إيمانه كان هذا البناء مقترنا بالبناء العلمي. الإيمان الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل وإيش واليوم الآخر، بأن يستقر في نفس القارئ المؤمن على وجه الخصوص، والقارئ على وجه العموم، والقارئ على وجه الخصوص، بأن من لوازم الإيمان ومن أركانه أن يؤمن بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر، عذابه ونعيمه، من البعث، النشور، تطاير الصحف، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. هذه الآيات لابد أن تبني في نفوسنا يا إخوان الكرام يعني بناء علميا وإيمانا واضحا. حينما يقرأ القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. مثل هذه الآيات التي تجسد في نفوسنا، ليس المقصود فقط من التدبر يا إخوان الكرام أن الإنسان يفكر في زاوية معينة أو جانب معين، لا، لابد أن نعلم أن هذه العقيدة سبب رئيس وأساس في إحياء قلوبنا. إحياء القلب يا إخوان الكرام ليس المقصود به الوعظ فقط، مع أن الوعظ من أعظم وسائله وتطبيقاته الوعظ بالعقيدة. اليوم نحن نتحدث عن العقيدة، وبعض الناس قد يقول العقيدة جانب علمي بحت قد لا يتأثر الناس بها. لا لا، قارئ القرآن والحافظ لكتاب الله جل وعلا لابد أن يجسد هذه المعاني في نفوس الناس. وأنت تقرأ مثل هذه المعاني التي تجسد مبنى تجسد يعني مبدأ الإيمان باليوم الآخر، لابد أن تقف معها عدة وقفات. آخذ كتابه بيمينه وحاله، والنعيم الذي يستقبله، وآخذ كتابه بشماله وحاله، والعذاب الذي يستقبله، نسأل الله السلام والعافية. من الأركان الإيمان كذلك الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يبنى على أربعة أركان أو أربعة أصول كما هو معلوم لدى الكثير منكم، وهو ما يتعلق أولا بالعلم، أن الله جل نؤمن بأن الله جل وعلا عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهذا جاء بشكل مستفيض في نصوص الكتاب والسنة وأكثر من أن يحصر في هذه العجالة. الأصل الثاني أو الأساس الثاني الذي يبنى عليه الإيمان بالقدر خيره وشره بعد العلم، الكتابة، بأن الله جل وعلا كتب ما قضاه وقدره على عباده. والله جل وعلا يقول وعندنا كتاب حفيظ. الأمر الثالث إيش؟ المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الرابع الخلق، الله جل وعلا خلق كل المخلوقات، ولا خالق إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا على وجه الإيجاز والاختصار يا إخوان الكرام فيما يبين أهمية العقيدة، وما هي العقيدة الصحيحة، وكيف نوطن العقيدة في نفوسنا وأرواحنا، ثم بعد ذلك نوطنها في نفوس الناس عامة. تحدثنا عما يتعلق بواجب المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا بينا أنه أس وجزء لا يتجزأ من عقيدة الإنسان، بل هو الذي من خلاله تنشأ عبادة الإنسان، ويسير الإنسان وفق منهج يرضي الله جل وعلا ويرضي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تقديم محاب الله جل وعلا على محاب الإنسان. هذا هو المعيار الدقيق لمعرفة محبة الله جل وعلا وتعظيمه، لمعرفة محبة الله جل وعلا وتعظيمه. أمامك عدة محاب، إذا قدمت محاب الله جل وعلا على محاب نفسك وهواك فقد حققت المحبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. هذا معيار من المعايير التي تبين قيمة محبة الله جل وعلا وتعظيمه سبحانه وتعالى.
محبة الله سبحانه وتعالى جاءت في جملة من النصوص، ولا شك أن محبة الله أيها الإخوة سابقة لكل محبة وشاملة لكل محبة، وهي روح الأعمال. جميع العبودية الظاهرة والباطنة كما أسلفت لكم ناشئة من محبة الله سبحانه وتعالى، وهي مقدمة على كل محبوب. ما هو الدليل على محبة الله؟ ما هو المعيار الآخر لمحبة الله سبحانه وتعالى؟ الحقيقة التي تعرف من خلالها محبة الله سبحانه وتعالى الاتباع، الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الحديث حول هذا الموضوع طويل الحقيقة، ولكن يعني الوقت أزف على الانتهاء أو لعله انتهى، لكن الذي أريد أن أصل إليها يا إخوان الكرام، أنا لو لم أتحدث إلا عن هذه المسألة وهي العقيدة لكفى بها، لأن ما بعدها مرتبط بها. الحديث حول عدة مسائل أريد أن يعني أبوح بها إليكم، ما يتعلق بتعامل القارئ مع شهرته أمام الناس، تعامل القارئ مع الأموال التي قد تأتيه، تعامل القارئ مع الإعلام الواسع الفسيح الذي لا منتهى له اليوم. كل هذه الأمور يا إخوان الكرام إذا حضرت فيها النية وبنى القارئ فيها إيمانه بناء حقيقيا بناء على ما تكلمنا عنه وغيره، كان ذلك الأمر من أي هذه الأمور سلاح بإذن الله تعالى للقارئ، يكون له نفعه في الدنيا والآخرة، لأن كل هذه الأمور سلاح ذو حدين، سواء كان ما يتعلق بشهرة القارئ أو ما يتعلق بالمال الذي قد يأتي للقارئ أو ما يتعلق بالإعلام والتحديات الإعلامية أمام القارئ، هذه كلها سلاح ذو حدين. إما أن تنفع القارئ فترفعه إن أحسن النية وأحسن التعامل معها، أو أن تخفض القارئ تنزله، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث المشهور في صحيح مسلم أول من تسعر بهم النار، هذا يعني يبين هذا الكلام باختصار الذي بينه من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، وجميعكم يعرف هذا الحديث. ولهذا المسألة حساسة الحقيقة، والبناء الإيماني للقارئ في غاية الأهمية. الذي أريد أن أصل إليه يا إخوان الكرام ما يتعلق بالعقيدة والنية، هذه لابد أن تكون حاضرة في شؤوننا كلها، كل مجريات حياتنا لابد أن تكون حاضرة هذه النية فيها، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتلاواتنا وعلاقاتنا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لبناء إيماني يرضي الله جل وعلا ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا دائما نبحث عما يريده الله منا لا عما يقوله الناس عنا. هذه المسألة اجعلوها شعار دائما تسيرنا به، ابحث أيها القارئ عما يريده الله منك لا عما يقوله الناس عنك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وأن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر الحقيقة أن تجاوز الوقت. لا أبدا، الله يجزاك. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها.